يبقى انت كده مشيت كلام فلفل عليا. هو انا دقيق يا ماما؟ انا طب خلاص انتهينا. ارتاحي شويه من التعليقات، ريحي. طب ما انا عايزه اقوم عشان اريح من التعليقات وارتاح. عايزه تقومي يعني من لايف؟ افتح التعليقات واقعد انت اتكلم مع الناس وسيبنا انا اقوم. يبقى انت كده مشيت كلام فلفل عليا. يا عم انا مالي ومال فلفل؟ طيب فلفل مين وخرم ايه؟ طيب ماشي، يلا يلا قومي يا حبيبي. يلا السلام. انا نفسيتي تعبت من الشتايم. انت ما بيجيش شتايم في عرضك وفي شرفك. طب يلا عشان انت راجل. انا مراتي مشت كلامك. تمام يا عم، خربت بيت. اصل انا بعد ما قلت في اللايف مراتي مشت كلام راجل تاني مش هتعيش معايا لحظه بعد كده، انتهت. خربت بيت، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يعني انت تطلعني بسبب واحد ولا ما انت سمعت كلامه وقال لك مثلا انت خدت راي الناس. ما خدتش رايي، هو واحد بس اللي انت بتاخد رايه. هو انا ده ايه؟ هو انا ده ايه يا ماما؟ انا طب خلاص انتهينا. حسبي الله ونعم الوكيل. لا مش عايز اسمع صوتك والله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا خلاص ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل. نعمة نعمة ربي يا ست، انا ظالم مستحملاكم ومستحمله قرفكم، وفي القفله تشتمني وتهزقني واطلع انا اللي غلطان بس وتقول لي انت بتمشي كلام راجل غريب. راجل مين غريب اللي انا بمشي كلامه؟ انا بمشي كلامها. طيب. كلام حد غير كلامك؟ طب بس اقعدي اقعدي قومي قومي. طب بس خلاص كلامك مش اهو يا فلفل، اي خدمه يعني؟ خلاص انت كده مش هتقعدني معاك؟ لا طيب تمام ماشي، اتفضينا خلاص. خلاص يابا خلاص، انا هلم هدومي واخد بنتي وراح. براحتك خالص، الباب يفوت جنبك. انا يا جماعه بعتذر قدام الناس كلها، وحقك عليا لو كنت اتعصبت عليكي. مفيش حاجه يا جماعه، اي اتنين متجوزين في الدنيا بيتخانقوا. انا بحب مراتي جدا، اخواتنا في البيت، وحسب الله ونعم الوكيل في كل واحد شهر بينا.